محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار الخدمية، زي محافظة أسوان اللي حققت 75% من أعمال تطوير وتوسعة كورنيش النيل الجديد. وفي البحر الأحمر افتتاح وحدتين جداد للعلاج الطبيعي للأطفال بالغردقة. كمان معنا أن محافظة بني سويف تم تنفيذ فيها 780 مشروع في قطاع التعليم بميزانية بلغت أكثر من 1,600,000,000 جنيه، ومنها أيضا تقديم أكثر من 1,000,000 خدمة لأهالي محافظة الدقهلية منذ بدء حملة 100 يوم صحة. وأخبار تانية كتير هنستعرضها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. محافظة مصر شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها مشروع تطوير وتوسعة كورنيش النيل الجديد بمحافظة أسوان، واللي حقق معدلات تنفيذ متقدمة وصلت ل 75% وبتكلفة 339,000,000 جنيه، على أن يتم الانتهاء من مسافة 2 كيلومتر بنهاية أكتوبر المقبل، خاصة مع بداية الموسم السياحي فضلاً عن قرب بدء العام الدراسي. أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر افتتاح وحدتين للعلاج الطبيعي للأطفال بالمركز الحضري ومستشفى حميات الغردقة لتوفير جميع الخدمات المتكاملة للمواطنين في كل التخصصات الطبية، مع العمل على التوسع في إنشاء وحدات العلاج الطبيعي لتأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى. شهدت مقارئ الجمهور بمساجد الأليوبية إقبال كبير وحضور كثيف من رواد المساجد أمس الجمعة، حيث يعقد كل يوم جمعة 81 مقرأة للجمهور بمساجد الأليوبية على مستوى جميع الإدارات الفرعية عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع بحضور الأئمة من أصحاب الأصوات الحسنة. أكد فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية ببني سويف أنه خلال الفترة من ديسمبر 2019 حتى يونيو من العام الحالي بلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات المنفذة خلال تلك الفترة أكثر من 1,665,000,000 جنيه، عبارة عن 780 مشروع شملت أربع محاور متمثلة في مشروعات إنشائية جديدة، أعمال صيانة وتطوير، ومشروعات قطاع التعليم بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومشروعات مؤدة للغير. أعلنت محافظة الدقهلية أنه تم تقديم نحو 1,000,000 خدمة لأهالي محافظة الدقهلية بمبادرات الصحة العامة منذ إطلاق المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، مع استمرار خدمات المبادرة اللي بيجري تقديمها عن طريق الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة في جميع التخصصات، زي دعم صحة المرأة وفحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية. شهدت قرى ومراكز محافظة كفر الشيخ حملات لتحصين الطيور للحفاظ على الثروة الداجنة بالمحافظة، وتم تحصين 935,159 طائر خلال الفترة من أول يناير 2024 حتى يوليو الماضي، وده خلال حملات التحصين للحفاظ على الثروة الداجنة بالمحافظة مع استمرار أعمال التحصين بقرى ومراكز المحافظة. شهدت محافظة البحيرة افتتاح 3 مساجد جديدة بمراكز أبو حمص وكفر الدوار ودمنهور بتكلفة إجمالية 7,000,000 جنيه، بيأتي ذلك في ضوء الدور الكبير اللي بتقوم به الدولة في البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.